وينضم إلينا عبر ويبكس السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. أستاذ رائد، يعني أعداد الإصابات قفزت بنسبة كبيرة في الولايات المتحدة، حتى أصبحت اليوم المملكة، عفوا، في الولايات المتحدة أصبحت هي المركز الثالث من حيث عدد الإصابات، وهناك مخاوف من أن تكون الولايات المتحدة مركز لتفشي الفيروس. برأيك كيف ستكون تداعيات ذلك على وول ستريت وعلى الأسواق العالمية بشكل عام؟ يعني لاحظنا نحن أن الأسواق الأمريكية متفاعلة بشكل كبير مع انتشار الفيروس و سرعة ووتيرة ارتفاع الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشير إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر من بين الأكثر تضررا وأكثر عادات أكثر الحالات انتشارا، يعني نوعا ما الأسواق تفاعلت مع هذه الأحداث وكان هناك هبوط جماعي للأسهم الأمريكية ومؤشرات وول ستريت إجمالا، ولم يعني إلى درجة كبيرة لا تبالي ببرامج التيسير النقدية التي يتم اتباعها أو البرنامج المفتوح الذي تم إعلانه من الفيدرالي، وإنما حالة الخوف والذعر والقلق الموجودة حاليا في الأسواق هي الأكثر سيطرة، وطالما لم يزل المسبب الرئيسي وهو فيروس كورونا وعملية انتشاره المتسارع حتى الآن، إذا القلق والاضطراب قد يستمر أكثر في الأسواق الأمريكية، ولا يزال هناك مجال في بالنسبة للأسعار لمزيد من التراجعات، لأنه إذا أخذنا الأمور نسبة وتناسب لأزمات سابقة هناك المجال لتراجعات إضافية نوعا ما، ويوجد هناك من يستطيعون الخروج بعمليات نوعا ما إن صح التعبير هي جني أرباح أو وقف خسائر، ولكن الخروج أو التخارج من أسواق الأسهم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمرت الحالات ارتفاعا. طيب أستاذ، يعني حتى الآن الخلافات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين تعرقل خطة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، برأيك ما أهمية هذه الخطة في هذا التوقيت، خصوصا الأسواق العالمية تتفاعل بحساسية مع هذا الأمر؟ يعني الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأكبر عالميا، يعني آخر ما ينقصه هو عدم الاتفاق ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. طبعا الديمقراطيون يدفعون باتجاه أن تكون التمويلات الموافق عليها من الكونغرس موجهة للأفراد أكثر من الشركات وبشكل مباشر، ولكن بلا شك التوجه فقط للأفراد لن يكون كافي دون دعم آليات الشركات إجمالا لتستطيع التمكن من الحفاظ على وظائف هؤلاء الأفراد في الفترات القادمة. إذن العملية عملية توازن مطلق أن يجب أن تكون في خطة التحفيز، وأعتقد حتى تريليوني دولار التي يتم الحديث عنها يعني ممكن أن يرتفع هذا الرقم، لأنه سمعنا بولارد في الفيدرال الأمريكي عضو الفيدرال الأمريكي يتحدث عن الحاجة إلى 3 تريليون لتحفيز الاقتصاد في المرحلة القادمة إذا ما أرادنا فعلا أن نشهد عودة وخروج من الركود الاقتصادي خلال فترة قصيرة، يعني مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم، طبعا بلا شك مع احتواء فيروس كورونا أو انتهاء انتشاره المتسارع. نعم. طيب أستاذ، النفط اليوم قفز بنسبة 4% بدعم من البنوك المركزية العالمية، توقعاتك لمؤشرات النفط الفترة المقبلة؟ يعني عودة النفط هي فعلا إذا تحدثنا هي 4%، ولكن هي بشكل بحث بنتيجة برنامج التيسير المفتوح وسياسات تحفيزية التي تم اتباعها، وبالتالي التأثير هنا في معادلة الدولار الأمريكي المقيم لأسعار النفط، ولكن المحرك الحقيقي لارتفاع أسعار النفط يجب أن يكون مع تعافي الطلب وعودة الإنتاج وعودة الطلب إجمالا، مع توقف قطاعات حيوية كثيرة حول العالم بلا شك النفط تحت الضغط في ظل وجود تقمة المعروض أو في ظل وجود أزمة المعروض إن صح التعبير في الوقت الراهن، بالتالي الارتفاعات قد تكون محدودة ما لم يكن هناك احتواء للفيروس في الفترة القادمة، والارتفاعات التي شهدناها هي نتيجة ارتداد طبيعي بنتيجة انخفاض قوة الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه وهو العملة المقيمة لأسعار النفط حاليا. شكرا أستاذ رائد الخضر، كنت معنا مباشرة عبر ويبكس، شكرا جزيلا لك.